وأفوض أمري وحالي إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين المشردين عن الأهل والأوطان، ومن بكى عليهم أي مخلوق كان. يا باب الرحمة، يا باب الرحمة ويا نجاة الأمة، يا أبا الأئمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، فيا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. لم انسى زينب، اي لكن مو في اللي في بالك، مو الكلمه هذه، حتى لو هي مكتوبه في القصيده، حتى لو مكتوبه في القصيده ما اقراها انا، ما اقول صعبه الكلمه، صعبه، ولهذا انا ابدلها عاده. اذا اقرا هذه القصيده ابدل الكلمه من حاسره الى حائره، صعب جدا أن يقال عن زينب ذلك. لم أنس زينب، لم أنس زينب بعد الخدر حائرتان فيها، لم أنس زينب بعد الخدر حائرة تبدي النياحة ألحانا فألحانا، مسجورة القلب، مسجورة القلب، إلا أن أعينها كالمعصرات تصب الدمع عقيانا، تدعو أباها، تدعو أباها أمير المؤمنين، حكمت فينا رعايانا وغاب عنا المحامي والكفيل، فمن يحمي حمانا ومن يؤوي يتامانا، إن عسعس الليل، إن عسعس الليل وأرى بذل أوجهنا، وإن تنفس وجه الصور أبدانا. وحسين ندعو فلا أحد يصبو لدعوتنا، وإن شكونا فلا لشكوانا. قم، ما عندها مكان، ما عندها أحد تلتقي به إلا صوب النجف. قم يا علي، قم يا علي، فما هذا القعود وما عهدي تظل على الأقلاع أجفانا، والهض لعلك من أسرنا تفكنا وتولى دفن قتلانا،
وتمتني تارة تدعو مشايخها من شيبة الحمد من شيبة الحمد يا شيخا وشكبانا قوموا غضابا من الأجداث وانتذبوا واستنقلوا من يد البلوى بقايانا بقايانا يا بعد يا زينب اش عندك قالت ويل الفرق اقرأوا يا عين ويل الفرات أباد الله غامره ورد وارده بالرب لحفانا لا يذبح الكبش حتى يروى من ضمه لا شافت وليها على الثرى بدم مغسل مغسل بدم عالي والكفوف مقطعة وعاينت عباس متقطع بجنب المشرعة يلا يا حبيبي جاسم والأكبر جثثهم على الغبرة مودة الظعن عزم يشيل عزم يشيل الظعن وينك يا جاسم يا علي يا روي يا ايه يا المقطع بالشريعة قام عن المحمل وتدري ماني معودة امشي الليل بلا ايه مأجور وخرت سكينة على روحة ودمع حتى احملة وحسينة انا من مناد وسيدة زينب زينب وهي تنظر ذلك الجسد المطروح على ارض كربلاء تنادي في امان الله
وياك جيت من المدينة المدينة وعفيت خفت المذلة والتجيت ويلي التجيت بعز الأخوة قلت الأخوة يدفع صروف الدهر صروف الدهر الأخ صاح الدهر سكتي عقف عزج تذلي لكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وعلى ظالمي آل بيت محمد صلى الله على محمد وآل محمد على ظالميهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قصة هذه البنت الصغيرة اليتيمة من يتامى أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه وهي السيدة رقية ذات 3 سنوات أو على الأكثر هي ابنة 4 سنوات ذات 3 سنوات أو 4 سنوات هي في الحقيقة نستطيع القول أن المسألة ذات وجهين فهي من وجه أو جهة تكشف عن مأساة وفي وجه آخر وجهة ثانية هي تكشف عن عظمة وسمو لم يوجد كمثله عظمة أو سمو خلكوا يعني كيف يعني كيف أنها تكشف عن مأساة نعم من جهة أنها تكشف عن مأساة تغير المبادئ والقيم والأخلاق فلا رحمة بعد نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم فلا رحمة بعد رحمة النبي الآخر يعني بعد أن أسس قصدنا هذا بعد أن أسس النبي صلى الله عليه وآله أسس الرحمة في المجتمع الإسلامي وجاء بشريعة سمحة هذه الشريعة نبذت كل الخلافات والمشاكل وحاولت أن تجعل الناس كل الناس تحت رحمة الله سبحانه وتعالى يتراحمون فيما بينهم بل إننا نلحظ في بعض الآيات القرآنية وكذلك بعض الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه لا إسلام إن لم يكن هناك رحمة ولا إيمان إن لم يكن هناك رحمة مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل شنو؟ اقرأ كمثل الجسد الواحد جسما واحدا كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له باقي أعضاء الجسد بالسهر والحمر مولانا الوجع بالرأس الرجل ما تشتغل صحيح مصحيح ما لها علاقة وش تقول الرأس بالرجل
هذا المعنى الذي يطرحه الحديث الشريف عظيم. وما هو قوي؟ مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو. اعرض هذا الأمر الآن على حياتنا اليوم. هل نلتفت إلى بعضنا فنتراحم فيما بيننا؟ الرسول صلى الله عليه وآله يقول في بعض الأخبار بما مؤدى الحديث أنه يدخل الإنسان المسلم بهرة، يدخل الجنة، يدخل الجنة بهرة. يعني شنو؟ يعني هرة سنورة، قطة يطعمها يحسن إليها الله سبحانه وتعالى بإحسانه إلى هذه الهرة، إلى هذه القطة يدخلها الجنة. معناه على أن العكس إذا صار الإنسان عديم رحمة حتى مع الحيوان فإنه ماذا؟ يكون ماذا؟ يكون إنسانا غير مسلم، خاصة إذا لم تكن هذه الهرة قد آذته. يدخل الجنة بهرة أحسن إليها، مع أن هذه الهرة في الغالب ترى ما فيها إحسان، أي حق بلاء الناس، لكنه الله امتحن الناس فيها. يدخل الإنسان المؤمن كما قال الرسول صلى الله عليه وآله الجنة بهرة أطعمها هكذا. وكنتم معشر العرب وأنتم معشر العرب كنتم على شر دين وفي شر دار، كما قدمنا الحديث في قراءتنا في بيت عمنا عبد الجبار. وأنتم معشر العرب كنتم على شر دين وفي شر دار، منيخون بين حجارة خشنة وحيات صم، الأصنام فيكم منصوبة، الآثام فيكم معصوبة، تسفكون ماذا؟ دماءكم. أحد يسفك دمه روحه؟ ما يجوز، لا يجوز أن ماذا؟ أن يضر الإنسان نفسه. هذه مسألة مفروغ منها عند الفقهاء، ولهذا حتى بعض الشعائر إذا أوجبت حدها إلى النفس تحرم. حتى بعض الشعائر اللي هي متعلقة بالحسين صلوات الله وسلامه عليه إذا صار فيها إيذاء للنفس بحيث أن الإنسان يتضرر منها لا يجوز. هذا واضح بعد أرضت بعض الناس وهذا شأنه، لكنه ما له الواقع أن بعض الشعائر لا بل إنها توجب الهوان، تهوين الدين. والحاصل أن الإمام الحسين عليه السلام مات وقتل من أجل شنو؟ تقوية الدين، لا من أجل أضعافه. شاهد، فلأنكم لم تكونوا على دين قوي صارت حياتكم حياة مملوءة بماذا؟ بالقسوة والفظاعة والشدة، فكنتم تسفكون دماءكم بينكم. الحاصل أن الإنسان لا يسفك دمه بيده، أجل هاي شنو هي؟ هنا كناية كما يقول أهل اللغة، كناية تعبر عن ماذا؟ عن أن نفس الإنسان، أنا وإنت نفس واحدة، فإذا آذيتك كأني آذيت نفسي، أنا آذيت نفسي بأذيتك أنت. فلهذا جاء القرآن الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم في الزمن الماضي إذ كنتم أعداء لا توجد بينكم رحمة فألف. يجي هنا هذا الحديث، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له باقي أعضاء الجسد بالسهر والحمى. إذا تصورنا أن هذا الأمر نسي بعد، ماكو مجال للتراحم بين الناس، المؤمن لا يرحم المؤمن، لا يؤمن أحدكم
هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وآله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. ها، يحب ماذا؟ يحبه لنفسه. إذا كان يحب لنفسه الخير والصحة والعافية والأولاد وغيرها والمال، فإنه يتمنى ذلك إلى إخوانه المؤمنين. أما إذا كان عكس ذلك والعياذ بالله يحسدهم على ما هم فيه، فإن ذلك دليل على عدم إيمانه. والمستجاب بالله الغم، أجارنا الله وإياكم إلى الغم والحزن والهم، وفرج لنا ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات، خاصة خاصة أهل الحاجات. أهل الحاجات اليوم اللي عنده حاجة، ترى هذه رقية باب للحوائج، اللي عنده واللي عندها حاجة اليوم في هذه المصيبة الكبيرة العظيمة، نتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء بهلاك الظالمين، الظالمين المجرمين، سفاك الدماء، هاتكي الأعراف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج للمؤمنين والمؤمنات، وأن يعز الإسلام وأهله، ويذل النفاق والكفر وأهله. ربنا هب لنا من لدنك ذرية إنك سميع الدعاء، ذرية طيبة، اللهم ارزقهم إن شاء الله كل من يطلب الذرية الطيبة. وكثيرون يسألوني أن أسأل الله سبحانه وتعالى، وأنا لا في الواقع لا أترك مجلسا من المجالس إلا وأسأل الله سبحانه وتعالى. وأحس أن هذا شيء من حقوق الإخوة المؤمنين علي، أن يرزقهم الله ذرية طيبة، إنه سميع الدعاء قريب يجيب. فهي من جهة إذا تكشف مأساة، مأساة، نعم مأساة لطفلة صغيرة. وقبل هذا، حتى لا أدخل في المصيبة من الآن، قبل هذا أقول أنه قلت أنها تكشف عن عظمة، الجهة الثانية قلت أنها تكشف عن ماذا؟ عن عظمة. فهذه البنت كما قلنا أغلب الروايات تقول أن عمرها 3 أو 4 سنوات، عندها مشهد مولانا، ها عندها مشهد في دمشق في حي العمارة كما يقولون، إلى جنب باب الفراديس، خلف ماذا؟ خلف الجامع الأموي، تتكدس الملايين عليه، ملايين تزورها البنية الصغيرة، ملايين، مو واحد ولا اثنين. والعجيب أنني كنت أقرأ بالأمس عن بناء، عن البناء، هذا البناء، بناء هذا الضريح، يقول لك الآن مولانا مساحة هذا الضريح من بعد بناءات، طبعا هو بني بناءات كثيرة وعمر تعميرات كثيرة، وهذا دليل عظمة هذه البنت. شوف دليل عظمة هذه البنت الصغيرة. شوف يا حبيبي، يقال أن حجم هذا المشهد الموجود الآن 4000 متر مربع. شايفين أنت؟ إذا ما رحت الله يرزقك إن شاء الله. منه 600 متر مربع. شنو؟ الحرم نفسه داخل، والرواق وكذا، والمسجد، المسجد أيضا فيها مسجد بعد، مكان عظيم يعود بناؤه إلى القرن الثالث الهجري 523، وترددت يعني أو توالت كثير من الممالك، كل مملكة إرجي يجبر ملكهم على أن يبني هذه شنو؟ هذه القبة وهذا الضريح العظيم، وهي بنية صغيرة.
وأتذكر أنا أنه قبل سنوات في قناة الفرات الفضائية كان هناك برنامج كان هناك برنامج عن السيدة رقية سلام الله عليها، والمحاضر كان دكتورا من الإخوة السنة يتكلم عن عظمة هذه البنت، يقول أين هي من قاتلها؟ شوفوا قبتها شلون في ناطح السحاب، وأين قاتلها يزيد بن معاوية عليه لعائن الله وعلى من تبعه من الحكام الفسقة. صار في الحضيض لا يعرف أصلا له قبر، حتى قبر ما يعرف يزيد لا يعرف له قبر. هذا دليل على عظمة المرأة البنية، لا دليل على عظمتها، دليل على سموها. هذه تنقال لها صاحبة سمو وصاحبة عظمة، وين قال لغيرها فسقة؟ هذه صاحبة العظمة وهذه صاحبة السمو التي تجبر الأعداء قبل المحبين أن يحترقوها ويعظموها ويقدروها. ايش سوت البنية هذه حتى لا أطيف البقاء؟ ايش سوت هاي البنية مولانا؟ بنية طفلة صغيرة لم تأتي بجرم أو جنان، مشكلتها الوحيدة أنها بنت الحسين. مشكلتها الوحيدة أنها بنت الحسين، والحسين شهيد بكربلاء تسبي عليه السواسي، وتعلو صدره حواف الخيول. وهذه البنية يا مولاي ما احتاج انا بعد اقرالك، انت بروح القاري المصيبة اليوم تتحج عن روحها. لكن انا بوجه خطاب الى النسوان، لان النسوان اللي يسمعون يعرفون اكثر، يعرفون اكثر قيمة البنت الصغيرة. صيف البنية الصغيرة المتعلقة بأبيها، غالبا على أن البنات أكثر تعلق بالأب، إذا طلع وين بتروح؟ وين بتروح بابا؟ إذا سافر مولانا أطال سفره. تسأل، هي أول من تسأل من الأولاد. الله يبارك في أولادنا وأولادكم ويهديهم إن شاء الله إلى عبادة ربهم. الولد قد ما يكون ملتفت فعلا، الله يهديهم، لكن البنت واقعا هي أقرب إلى أبيها. بابا ما تبي ترجع من السفر؟ بابا متى بتجي؟ ما تطول بابا. ما جوك ما جوك، ما يحتاج اقرا لك، انت اصلا قاري. انا ذكرت بالمصيبة، دموعي تنزل يا مولاي. يا الله أرجوك اخذي حضر الجدل، سأل مطالبنا يا الله، ارفع عيد الظلم عنا، دخنا يا رب دخنا. مصيبتك قعدك بالليل تصرخ بابا. جلس الملعون يزيد من سكره نائم قعد، اش صاير؟ قالوا يتيمة من يتامى الحسين تصرخ ترابها. احنا قتلنا ابوها، احنا عفرنا ابوها، احنا قتلنا الحسين. قال ابغونها بالراس. وحسين 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 اخ
يزيد الودي اللي انا صلوها هي طفله صغيره هذه كيف تتحمل؟ قال ودوا لها الراس ما انا قادر انام منها. عم زينب وين بابا؟ وين ابويا الحسين؟ اشوف لانه كانت متعلقه بابوها واجد كما يقولون، يقولون كانت تقدم له المصلى دائما وابدا وعزيز عليها ما تشوفه من زمان. حلمت به في المنام، جاءها حلم انها شافت الحسين. قعدت يا اخي من المنام يا اختي يا مواليه، جلست من المنام تصرخ تقول بابا ابويا حسين. اسمع صوت النسوان هنا يا جماعه، النسوان يصرخوا اضرب الله اجورنا واجوركم، ما هي الا لحظات، واذا بذلك الراس قد اقبلوا منه حاملينه. زينب تقول من وين اجيب لي شو شناب؟ نامي بابا نامي، ماني قادر انام. ابوي احضر الي، احضر الله خضابا
لما تشوفه تطالع هذا ابوي لو ابوي ابوي حسن لنا لما العرف تحزين نادت بوي حسين على عيني قمت وين اليتم يتلف مصابه على الدم بتروح تخر على عويناتها حبيني من دمعتها الحزينة وبيديها الحنينة مسحت دم جميلة تبوس على صوابه رقية تصيح لازم اشيل العمامة لانها عندما نظرت الراس يا شيعة سكتت الانام اختفت الاصوات الا من صوت بكاء
زهرة بهذا الليل. أقول يا زهرة ما جيتي ما شفتي ما جيتي ما شفتي معقولة يعني هالمصيبة كذا ما شفتي ما شفتي ولا إيش أبو علي ما شفتي دموعكم هذه عزيزة دموعكم عزيزة على الحسين فهو القيامة بيخليكم بيخليكم الحسين الدموع الدموع كل الدموع غير مغفورة إلا هالدموع إنه عين باكية يوم القيامة إلا عين بكت لا مصاب أبي عبد الله فإنها ضاحكة مستبشرة بنعيم الجنة يلا ارفعوا أياديكم أما نهدي للجميع ثواب الفاتحة والصلوات.